حالة من الشد والجذب يشهدها مستشفى بن أرجب الجامعي في وهران بعد وفاة امرأة حامل وجنينها، حيث يصر الأب أن الإهمال هو سبب الوفاة، في حين يؤكد الأطباء أنه راجع لنزيف لم يتمكنوا من السيطرة عليه. تفاصيل القضية مع سارة فرندي وهشام بشكيد. بعد الضجة التي أثارتها وفاة امرأة حامل وجنينها بمستشفى بنزرجب الجامعي بوهران، لا يزال زوج المتوفاة تحت الصدمة لما حصل لزوجته، مرجعا أسباب الوفاة إلى التسيب والإهمال. من 24 جوان ديرني جور تاع رمضان إلى تشك دخلتها لوبيتال. بون الأولى كانت سويفي عند بريفي، كنت بين ولدها في لاكلينيك، نضرت لي صباح ديتها لاكلينيك. كي ديتها لاكلينيك بون شدوها لي قالوا لي الكا تاع مرتك شوية ديليكا، لازمها لوبيتال، لوبيتال فيه نورمالمون كاين لي موايان. دخلتها لوبيتال الاولى بغاو يشدوها لي مي شافوا الورقه تاع لا كلينيك، قلت لهم انا ما كانتش في لا كلينيك، ما دخلتش غير فوتت، فوتوا عليها شافوا لو كا تاعها كي لي ايرجون وغاف، قال لك ديها الماتانيتي واني جبتها لكم الماتانيتي. بون انا نطالب بالوزير الصحه يتدخل في اقرب وقت، ويتدخل في اقرب وقت في اقرب وقت وفي اقرب وقت، ونطالب من الوزير العداله بالعدل، باسكو انا لو رابور ميديكال مي بغيت نديه ورحت للعداله ودومونديت الوكيل الجمهوريه وحكيت له الامر تاعي، قال لي روح جيب لي لو رابور ميديكال. اطباء المستشفى المختصين في امراض النساء والتوليد يرجعون الوفاه الى نزيف داخلي لم يتمكنوا من السيطره عليه. بعد تلقينا الخبر مباشره على مستوى المستشفى بان السيده الحامل توفات، تكلمت مع المديريه الولائيه للصحه على مستوى ولايه وهران بارسال مفتشين من اجل تقصي الحقائق مباشره يوم الاحد، وقاموا بالعمل نتاعهم على مستوى واخذوا كل الوثائق الضروريه التي تثبت كيفيه دخول وخروج المريضه، وكذلك بتقرير طبي مفصل مستنبط ومستوحى من سجلات غرفه العمليات ومن سجلات الفحوصات. نفس العمل قمت بارساله الى المفتشيه العامه لوزاره الصحه والسكان لمتابعه القضيه. شد وجذب بين عائله الضحيه حول سبب الوفاه دفع بالوزاره الوصيه الى فتح تحقيق ومتابعه القضيه ومعرفه خلفياتها.